السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك من ربك؟ سمنوتيموي دالكي نانسويا نوكران كوبور كي سوطا تانا ناجي مجاه ربوني تقول ربي الله يين تروش لايتها مجاه ربوه يين كي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني ورزقني الله تعالى ترون كي جينا دال بنكار يين ترون جينا دال رزقي مجمبو يين وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الله تعالى ترون كي جينا دال نوكم بي القرآن نن ترون جينا دال بنجون بندا نبي مولا لكي ني لا يمكن أن يعبد إلا الله يين من أي كروب نانا كراو أمبي الله سبحانه وتعالى بان لاي لو صرف من العبادة أي شيء لغير الله هذا هو الشرك الأكبر بسن جيين كروب سكارا نانا ريكو بكولنا ريكو ويموه دا كراو أمبي الله سبحانه وتعالى أنو كي أجبلا شرك ثم نحن لا نحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع نحن لابد نتعلم حتى نحذر نحن من الشرك ونحذر الناس من الشرك يين من ساء صام ريكو كمين لربيب تانا ني كافر ني شرك بانا كبان تا يين جام باج ترو رين نام بي بكا تنغ أهنن دام باي دام باي توب سكات كلون ربا يين ريكو نا داتي كم أو چين ترو بكا تنغ أهنن